روسيا اليوم صاروخا عابرا للقارات في حين قال الكرملين ان مستشاري الناتو يشاركون بشكل فعلي في الحرب الدائره في اوكرانيا. المزيد حول هذه حول موقف موسكو وتصريحاتها الاخيره ينضم الينا من هناك مراسلنا سعد خلف سعد موسكو تتهم الولايات المتحده بالمشاركه والناتو من ورائها طبعا بالمشاركه فعليا في القتال في اوكرانيا وتتحدث عن اسلحه جديده هل هناك استراتيجيه جديده او رسم لخطط جديده لروسيا في هذه المواجهه المفتوحه منذ اكثر من سنه مع الغرب نضال فيما يتعلق بالتسريبات المتعلقه بالوثائق الامريكيه وثائق البنتاجون علينا ان نقول ان الكرملين وروسيا تشكك بشكل كبير في امكانيه ان تكون هذه الوثائق صادقه او على الاقل ان تكون كلها وثائق وثائق اصليه ووثائق حقيقيه تبدو الصوره من تصريحات المسؤولين الروس ان ما يجري الان هو محاوله تضليل اعلامي تضليل معلوماتي من جانب امريكا للايقاع بروسيا والايقاع بالقوات الروسيه تحديدا في الفخ داخل اوكرانيا والتصريحات متعلقه تحديدا بمساله مرتبطه مثلا بمساله ان هناك عجز في الدفاعات الجويه لدى الجانب الاوكراني في اطار ما يجري الان واطار الاحاديث الدائره عن امكانيه شن الجانب الاوكراني لهجوم مضاد ووضع هذا الهجوم المضاد طيب. محل التشكيل سمحت سعد أجنب فقط حتى, حتى, نكسب الوقت سعد خلف ماذا عن تصريحات عن مشاركه مستشاري الكرملين بشكل فعلي في الحرب عفوا وليس فقط كعمل استشاري وانما كقتال في الميدان هذا اتهام مباشر للناتو بالضلوع في مواجهه روسيا وبانه اصبح عدوا بالنار لروسيا هذه المره بالفعل نضال هذه الاتهامات هي ليست جديدة بالنسبة لروسيا يعني الناطق باسم الكريملين قال حتى المعلومات التي صدرت في هذه الوثائق المسربة تقول أن هناك 97 مستشارا عسكريا تابعا للنيتو موجودون في أوكرانيا ويعني يفعلون أو يعملون داخل الأراضي الأوكرانية الناطق باسم الكريملين شكك في هذه الوثيقة لكن قال بأن روسيا لديها معلومات وهي تعتمد على معلومات الاستخباراتية بأن المدربين العسكريين التابعين لبلدان الناتو موجودين بالفعل داخل أراضي أوكرانيا وهذا اصدرت به الاستخبارات الروسيه الكثير من التصريحات سابقا وقالت ان هناك اعداد اكبر من ذلك هم من يديرون المعارك وهم من يشرفون علي عمل القوات الاوكرانيه داخل اوكرانيا لكن هذا لن يؤدي بأي حال من الأحوال في الفترة الحالية إلى مواجهة مباشرة بين روسيا ودول الناتو بالطبع هو تهديد خطير هو اتهام جديد من جانب روسيا لبلدان الناتو بأنها متورطة بشكل مباشر داخل أوكرانيا لكن لا لا أعتقد أن روسيا قد تقدم الآن على فتح جبهة جديدة مع بلدان الناتو في إطار ما يجري ستحاول بكل جهدها الآن الانتهاء من عمليات اوكرانيا، الانتهاء حتى من منطقه الشرق اوكرانيا وجنوب شرق اوكرانيا بالسيطره على المناطق التي تسعى للسيطره عليها خلال الفتره الاخيره. اشكرك شكرا جزيلا سعد خلف مراسله تلفزيون العربي من موسكو علق الرئيس الاوكراني على حادثه اعدام جندي اوكراني ووصفها بالبشعه بعد تداول فيديو لقتله من قوات روسيه بقطع راسه في وقت اعلنت فيه مجموعه فاغنر السيطره على 80% من مساحه بخمت للمزيد حول الوضع ميدانيا ينضم الينا من كيف مراسله التلفزيون العربي اياد ستيتيه اياد فاغنر تتحدث عن ان بخموت على ابواب السقوط نهائيا تحت القوات الروسيه هل هناك موقف موقف اوكراني او تصريح عسكري حول هذا الامر نعم نضال مساء الخير لعلي ابدا اولا من تصريحات الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حول واقعه او حادثه اعدام اسير اوكراني من قبل جنود في القوات الروسيه اليوم وفق ما بثته وسائل التواصل الاجتماعي اليوم حول صور لاعدام هذا الجندي الاسير قال يعني هناك كان موجه غضب كبيره يعني اثارت هذه الصور في الاوساط السياسيه وال العسكريه هنا في اوكرانيا وزاره الخارجيه الاوكرانيه كانت قد نددت في بيان هذا الاعتداء او هذه أو هذا الاعدام ووصفته بالارهابي ووزير الخارجيه الاوكراني ديمترو كوليبا كان قد شبه هذا هذا العمل بما كانت تقوم به او يقوم به تنظيم داعش وهو قد دعا مجددا الى المجتمع الدولي الى طرد روسيا من الامم المتحده ومن مجلس الامن الأمن الدولي الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ايضا كان له تعليق على هذه الحادثه وقال بان بان اوكرانيا لن تسامح القتل ولن ولن تقوم ايضا باي يعني سوف تقوم بمحاسبه المتورطين كافه عن هذه العمليه التي وصفها بالوحشيه ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ مسؤولياته تجاه ما وصفه بالجرائم التي ترتكبها القوات الروسيه على الاراضي الاوكرانيه نستمع إلي. هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله مدى سهولة القتل بالنسبة لهذه الوحوش هذا الفيديو إعدام أسير أوكراني يجب على العالم مشاهدته هذا فيديو لروسيا كما هي نوع المخلوقات هم لا يوجد لهم عوائل ابن أخ زوج طفل هذا فيديو لروسيا تحاول جعل هذا معيارا جديدا يا له من مكان لتدمير الحياه نعم نضال فيما يتعلق بالمستجدات الميدانية وحول حديث رئيس مجموعة باغنر. تحديدا بريغوجن حول السيطرة الروسية على محور باخمت بنسبة 80% كان المتحدث باسم عمليات الشرق الأوكراني اليوم قد نفى هذا الحديث جملة وتفصيلا. وقال بأن القوات الأوكرانية لا تزال تحافظ على مواقعها سواء في داخل مركز المدينة وفي الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية. وأيضا في الأجزاء الغربيه من هذه من هذه المدينه، القتال يتمحور الان في العديد من الاتجاهات في الجبهات الشرقيه وتحديدا في محاور ليمان وافديفكا وباخموت ومارنكا، في محور ليمان اليوم بحسب بيان الاركان العامه الاوكرانيه المسائي الصادر اليوم قال بان القوات الاوكرانيه تمكنت من صد 34 هجوما للقوات الروسيه في ساعات النهار، هناك مجموعات حاولت التقدم إلى المواقع الأوكرانية وتحديدا في محور ليمان، لكن القوات الأوكرانية قامت بصدها وهناك أيضا مع تواصل القصف الروسي على البلدات في محيط هذا المحور، المحور الآخر وهو ال الذي يشهد أيضا معارك ساخنة وهو محور أفديفكا تحاول القوات الروسية بحسب بيان الأركان العامة الأوكرانية يعني لا تضييق لا. الخناق على هذه المدينة وهي يعني تطوقها من ثلاث جهات هناك القوات الأوكرانية قامت بصد ستة عشر أو أربعة عشر هجوما عفوا في منطقة مارينكا محور باخموت هو لا يزال البحور الأبرز والمشتعل بشكل كبير ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية اليوم بحسب قيادة القيادة الأوكرانية قد تم صد أربعة عشر أو ثمانية عشر هجوما في محور باخمت. نشكرك نعم. شكراً جزيلاً إياد ستيتي مراسل التلفزيون العربي من كييف.